اليوم العالمي لذوي الإعاقة. رح نبدأ أولى محطاتنا من المحافظات الجنوبية. نعم، وقبل ما نتوجه لهذه الفقرة بنرحب في زميلنا محمود نزال في ترجمة لغة الإشارة المتواجد معنا بالاستوديو، ولأنه خصصنا هذا الحديث لذوي الاحتياجات الخاصة فحبينا أنه يكون هذا الموجود، أو ذوي الإعاقة عفوا، هذا المصطلح التغى الاحتياجات الخاصة فذوي الإعاقة، من غزة ومبادرة تنظيم حركة السير لذوي الإعاقة في المحافظات الجنوبية في فعالية صورتها وكان متابعة فيها خولة الخالدي. صباحكم زملائنا وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم نتابع طبعا مبادرة خاصة لذوي الهمم لمتابعة وتنظيم حركة السير في المحافظات الجنوبية. مزيد من التفاصيل من خلال فقرتنا لليوم، خليكم معنا. مشاهدينا الآن مع إحدى المشاركات في هذه المبادرة، يسعد صباحك. سوسن الخليلي، أمينة الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس نادي فارسات فلسطين للسيدات ذوات الإعاقة. أهلا وسهلا. اليوم حابين ست سوسن نتعرف منك أكثر على تفاصيل هذه المبادرة وشو الرسائل اللي حبيتوا توصلوها. طبعا احنا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، يعني كل دول العالم بتفتخر في هذا اليوم بما تقدمه من تطوير لخدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن للأسف الشديد نحن هنا في قطاع غزة ما زال الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تقصير شائن ونقص في كافة الاحتياجات الضرورية. فنحن نوصل رسالتنا اليوم في هذا اليوم انه هدول الأشخاص جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الفلسطيني. قضيتنا هي قضية حقوقية، قضيتنا ليست قضية إنسانية، لنا حقوق وعلينا واجبات، ومن حق هؤلاء الأشخاص المشاركة في البناء، المشاركة في العمل. ممكن يكونوا الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزين عن الحركة، عن السمع، عن البصر، ولكن هم بكل تأكيد غير عاجزين عن بناء الدولة وعن التنمية المستدامة لمجتمعنا الفلسطيني. رسائل جدا هادفة وجميلة جدا، وبنعتز وبنفتخر بهاي الرسائل اللي انتم بتحاولوا تبعثوها لكل المجتمعات وليس فقط للمجتمع الفلسطيني. ست سوسن، اليوم بدنا نحكي عن اختياركم لنوعية هاي المبادرة اليوم، تنظيم حركة السير. لماذا اتفقتم على هذه المبادرة بالتحديد وليس على غيرها؟ طبعا احنا يعني الشكر الكبير لوزارة التنمية الاجتماعية، يعني هي اللي بادرت بالتعاون مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رام الله. طبعا وزارة التنمية في رام الله. طبعا احنا اليوم يعني هذه المبادره هي مبادره نوعيه، انه الاشخاص ذوي الاعاقه حتى قادرين على العمل وقادرين انه يسيروا المرور ويسيروا حركه السير، فمن حقهم يعني ان تركز الانظار عليهم ويتم التركيز على هذه الفئه، ويعني حتى يعني اقل القليل احقاق حقوقهم اللي اقرتها المواثيق والقوانين وقانون رقم 4 لعام 99 والاتفاقيه الدوليه اللي وقعت عليها السلطة في عام 2014. أشكرك طبعا جزيل الشكر. طبعا مشاهدينا الكرام، استكمالا لهذه الفقرة الصباحية ولمبادرة تنظيم حركة السير التي ينظمها ذوي الهمم في المحافظات الجنوبية، يسعد صباحك. يسعد صباحك. نتعرف عليك. سعيد أبو عشيبة، مدير دائرة بطاقة المعاق وزارة التنمية الاجتماعية. نتحدث عن طبيعة هاي المبادرة، الرسائل اللي حبيتوا تبعثوها للمجتمع الفلسطيني وللمجتمعات العربية كافة اللي بتشاهدنا لليوم، وأهمية الاهتمام بهذه الفئة من ذوي الهمم. تمام، هي كانت مبادرة منا بشكل شخصي، توجهنا للاتحاد العام للمعاقين لنبرز دور الشريحة المهمة والأصيلة في مجتمعنا الفلسطيني، ليعبروا عن أنفسهم ويكونوا موجودين من ضمن شرائح المجتمع الفلسطيني الفاعل. اختياركم للمكان هو مفترق السرايا وسط قطاع غزة ومن أكثر الشوارع ازدحاما وشهرة أيضا في المحافظات الجنوبية. عنوان هذا المكان وأيضا رمزيته ودلالاته التي يمكن أن نوصلها إلى المجتمع الفلسطيني الآن. تمام، هاي المفترق وسط مدينة غزة، يعني خليني أحكي هو صمام الأمان في مدينة غزة هان، وأهم مفترق يعني، وفي حركة مرور نشطة عليه، لا يعرف كل المارين ووسائل الإعلام تطلع وتعرف الشريحة هاي إنها قادرة على إدارة أي موقف من المواقف. رد فعل المجتمع الفلسطيني عادة على أي مبادرة يقوم بها ذوي الهمم، هل تلقى الرواج ورد الفعل المطلوب من قبل المجتمع الفلسطيني؟ وأيضا تأثير هذا رد الفعل هو تأثير مؤقت أم تأثير ذو فترة طويلة؟ تمام، كل المجتمع الفلسطيني متعاون مع هاي الشريحة اللي هي
كمان اليوم في منهم ناس قياديين أصبحوا من هاي الشريحة. إحنا في وزارة التنمية الاجتماعية بنستوعب عدد كبير منهم ضمن مشاريعنا العاملة في وزارة التنمية الاجتماعية. في عنا ضمن البرنامج الموحد البرنامج الوطني لصرف المساعدات الاجتماعية عدد 19772 حالة مسجلين عنا من ذوي الإعاقة. إحنا بنهتم كثير بهاي الشريحة لتوفير بعض الاحتياجات من أدوات مساعدة، بنوفر لهم قدر المستطاع الأمور الإغاثية. يمكن احنا كمجتمع فلسطيني لنا خصوصيه في هذا المجال بانه لدينا اعداد من ذوي الهمم هم بالاصل من الولاده بهذه الحاله، ولكن ايضا ازدادت وتضاعفت الاعداد بسبب ما فعله الاحتلال الاسرائيلي على ارض الواقع في المحافظات الجنوبيه وغيرها من المحافظات الاخرى. ازدياد وتضاعف هذه الاعداد زاد الاعباء ايضا والمهمات الملقاه على عاتق المسؤولين في هذا المجال. الى اي درجه تشعرون بان هناك نقص في الاحتياجات، نقص في الامكانيات واللوجستيات الموجوده المتاحه على ارض الواقع؟ نحن نعمل في المحافظات الجنوبية بتعليمات من معالي الوزير الدكتور أحمد مجدلاني، وأقولها بالصدق الدكتور أحمد مجدلاني يولي اهتمام رائع جدا مع هاي الشريحة، وهو دائما السؤال عن الخدمات المقدمة لهاي الشريحة. وكمان احنا يعني وجودهم هان بالشارع ليس بمرة ثانية للعالم انهم قادرين على انهم الانخراط في المجتمع، ومقبلين على ان شاء الله في يعني عندنا برنامج لتوفير سكوترات طبيه كهربائيه لذوي الاعاقه، مقبلين ان شاء الله على توفير سماعات طبيه لذوي الاعاقه. جميل جدا، طبعا احنا نشكرك جزيل الشكر على هذه المبادره وعلى هذه الايضاحات والمعلومات. طبعا مشاهدينا الكرام سنستكمل مشوار فقرتنا الصباحيه لليوم من خلال هذه الجوله الصباحيه من المحافظات الجنوبيه، ابقوا معنا. صباح الخير. صباح النور. تعرف عليك. معك عمر الغرباوي، عضو مجلس إدارة في الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم حابين نحكي عن الرسالة اللي حابب تبعثها للمجتمع الفلسطيني اللي بيشاهدك من خلال هاي المبادرة اللي بتقدموها في تنظيم حركة السير. اليوم هاي بداية فعاليات سلسلة ليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بتنفذها الاتحاد الفلسطيني العام بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية. اليوم احنا رسالتنا بنوجهها انه احنا كأشخاص ذوي الإعاقة شركاء في المجتمع، شركاء في البناء، شركاء في النظام. نحن كأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على العطاء في جميع المجالات. رسالتنا هي ان للمجتمع المحلي وللوزارات وللمسؤولين وللمجتمع الدولي أزيلوا الحواجز عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أزيلوا المعيقات البيئية والفيزيائية. جميل، هذه المعيقات والتي يود المشاهد الفلسطيني الآن أن يتعرف عليها، ما هي أبرز المشكلات التي يعاني منها ذوي الهمم الموجودين في المحافظات الجنوبية؟ أول شيء الأكثر شغلة بيعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة هي موائمة القوانين الفلسطينية مع الاتفاقية الدولية وخصوصا وتنفيذها على أرض الواقع. نحن لا نريد موائمة على الورق، نريدها موائمة فعالة على الواقع. نريد مجتمع دامج، بمعنى جميع الوزارات تكون موائمة ومسهلة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. لا نقتصر في الموائمة على الإعاقة الحركية بالرامب أو لا، هناك موائمة معلوماتية لذوي الإعاقة السمعية، لذوي الإعاقة البصرية، لذوي الإعاقة العقلية الخفيف. هناك موائمة لجميع الإعاقات لضمان حقوق للوصول الآمن للأشخاص ذوي الإعاقة لجميع المرافق الخاصة والعامة. أستاذ العزيز كلنا رجاء بأن يصل هذا الصوت إلى كل المسؤولين وإلى كل أصحاب وصناع القرار. طبعا بهذه المبادرة المميزة بدي أتشكرك جزيل الشكر، يسعد صباحك. طبعا مشاهدينا الكرام بهذه المبادرة المميزة والتي يقوم عليها ذوي الهمم في المحافظات الجنوبية بتنظيم حركة السير لإيصال مجموعة من الرسائل للمجتمع الفلسطيني وللقائمين على أعمال وتسيير حياة ذوي الهمم في المحافظات الجنوبية وغيرها، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الصباحية. هذه عودة لاستوديوهاتنا، برم الله إليكم زملائي من جديد ويسعد صباحكم. يسعد صباحك خولة، شكرا كثير.